مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد دائما أجواء صيفية بامتياز على كافة ربوع الوطن. تبقى أيضا نسبة رطوبة عالية تميز السواحل الوسطى والغربية خلال الليل وأثناء صباح الباكر. خلال الظهيرة تتشكل سحب رعدية نحو المرتفعات الداخلية والهضاب العليا، خاصة الهضاب الغربية، حيث ستشهد بعض الأمطار المحلية. خلايا رعدية منعزلة ستميز شمال الصحراء والجنوب الغربي، بينما أجواء مشمسة تماما بالجنوب الشرقي لغاية وسط الصحراء. للإشارة، الرياح ستكون معتدلة إلى قوية نسبيا بأقصى الجنوب الغربي إلى غاية وسط الصحراء، ستعمل على نشاط بعض الزوابع الربلية، وتبقى دائما خلايا رعدية نشيطة موسمية تخص أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار، وتسيل احتمال لأمطار محلية خاصة بأقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تكون دافئة على كل المناطق الشمالية تفوق العشرين درجة، حارة بشمال الصحراء الواحات أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب بين 30 إلى غاية 33 درجة، في حين لن تتعدى 22 درجة بمرتفعات طمنراس. خلال ظهيرة الغد الحرارة تبقى في الموعد، خاصة نحو المناطق الداخلية الغربية، 43 درجة منتظرة بغليزان، بمعسكر، بشلف، بعين دفلة، في حدود 41 درجة بقسنطينة وباتنا. تبقى فصلية بسواحل لكن دائما نسبة رطوبة عالية تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة. أجواء حارة دائما تميز كل مناطق الجنوب الكبير عدا بمرتفعات الهوغار والتاسيلي ما بين 36 إلى 39 درجة، بينما فوق الأربعين درجة على المناطق الأخرى تصل لغاية 46 درجة بتندوف. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، يوم الغد البحر سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الوسطى والشرقية، الراية من خضراء إلى برتقالية، الرياح تصبح معتدلة خلال الظهيرة بسواحل الوسطى والشرقية ضمن تيارات شرقية تماما، درجة حرارة مياه البحر تبقى معتدلة تقارب 26 درجة مئوية.